السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام وأوفياء برنامج هوا الجزائرية، إن شاء الله تكونوا كامل بصحة وعافية، ونرحب بكم كالعادة من مطبخ هوا الجزائرية على قناة الباهية تيفي. وما زلنا متواصلين مع سلسلة حلويات العيد إن شاء الله، واليوم إن شاء الله خيرت لكم حلوة من أروع الحلويات وبزاف بنينة وتذوب في الفم، وأيضا رايحين نحضروا الشاي الكمية. وهاد الحلوة البنات تشبه بزاف الكروكي في طريقة التحضير تاعها، فقط هي زايدة أنه محشية ونعسلوها في الآخر. المهم أحبائي بقوا معايا باش تشوفوني كيفاش حضرت هاد الحلوة البنينة. إذا نحتاج كمقادير زوج حبات بيض، نص كأس سكر عادي، نص كأس زيت نباتي، وهذا هو الكأس اللي عبرت به المقادير تاعي، يرفد 220 مليلتر، ملعقة كبيرة تكون مملوءة جيدا مايزينا أو نشاء الذرة، عندي شوية تاع كاوكاو اللي يكون محمص ومطحون رقيق، كيس خميرة حلوى وزن 10 غرام، ومبشور حبة ليمون، ونحتاجو فارينة باش نطم بها العجينة. نبداو على بركة الله. هنايا في الريسيبيون رايحة نحط البيض تاعي، البيض من الأحسن أنه يكون في درجة حرارة المطبخ. نضيف عليه رشة الملح الجد مهمة، ومبشور حبة ليمون، كما أيضا تقدروا تعملوا الفانيليا، لكن مبشور ليمون يمدنا ذوق أحسن. نضيف أيضا نص كاس تاع السكر العادي، ورايحة نضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يدوب هذاك السكر ويبيض عندنا الخليط. هكذا بعد ما تضاعف حجم الخليط وبيض كما راكم تلاحظوا وداب هذاك السكر، الان راح نبدا نضيف الكميه تاع الزيت اللي هي نص كاس، راح نضيفوها بالتدريج هكذا على شكل خيط، وفي نفس الوقت راني ندرب حتى نكمل كامل الكميه. نزيد نخلط شويه، ونحي هنايا المضرب الكهربائي، وراح نكمل باليد. هنا عندي مغرف كبيرة تاع المايزينا ولا نشاء الذرة، ونضيف أيضا الفارينة، الفارينة تاعنا حنضيفوها بالتدريج مع كيس خميرة حلوى وزن 10 غرام. هنا البنات كل من تعملوا 2 بيض تعملوا كيس خميرة حلوى في هاد الحلوى. أكيد رايحة نطم العجينة تاعي حتى نتحصلوا على عجينة اللي تكون طرية وما تلصقش في اليد. كي نقولكم ما تلصقش في اليد يعني لازم تخلوها طرية، لأنه هاد الحلوة إذا نشفتوها من بعد رايحة تتشقق وتتفتح في الفرن. هكذا كما راكم تشوفوا حلوة بزاف سهلة وتعطينا كمية مليحة، قلت لكم تخرج لكم حتى 30 حبة تاع حلوة اللي تجي معسلة. وهاد الحلوة توالم المناسبات السعيدة، توالم الأعياد والأفراح. هاوليكم القوام المطلوب. هنا العجينة تاهي راهي تقريبا سائلة، رايحة نحي حوالي ملعقتين كبار من هذاك الخليط، نحطه في صحن آخر. ونكمل نضيف الفارينة للعجينة تاعي حتى نتحصلوا على عجينة اللي تكون طرية وما تلصقش في اليد. هاوليكم القوام المطلوب، يعني لازم تخلوها طرية.
نرجع هنايا لهذوك الملعقتين اللي نحيتهم اللي تكون العجينه تاعي سائله. واش راح ندير؟ راح نكمل هنايا نطمها بهذاك الكاوكاو اللي يكون محمص ومطحون رقيق. هذا هو الحشو تاعنا. الحشو تاعنا حي تكون متكون من شويه تاع العجينه والكاوكاو اللي يكون محمص ومطحون رقيق. هنايا البنات اعملوا الكاوكاو، يعني ما تعملوش لوز ولا، لان هذه الحلوه تجي بنينه بالكاوكاو. انا جربتها من قبل ديجا باللوز، لكن بالكاوكاو تجي احسن. نبقى نزيد هنايا في الكاوكاو بالتدريج وراني نعجن حتى نتحصلوا على حشو اللي يكون طري وما يلصقش في اليد. ومن بعد رايح نجيب بابي سيليكون ولا كيس بلاستيكي، رايح نحطه فوق طاولة العمل ونبدا نشكل في الحلوة تاعي بلا ما نضيفو الفارينة. هنا رايح نشد العجينة، رايح نقطعها الى 2 ولا نقسمها على 2، ومن الاحسن انكم تستعملوا الميزان هكذا باش تقسموها الى قسمين متساويين. ونزيد نعمل نفس الشيء للحشو هكذا، نعمله على شكل حربوش ومن بعد نقطعه على 2. من بعد رايح نشد هنايا الحشو تاعي وراح نعمله على شكل حربوش، يكون ما يكونش يعني خشين بزاف وما يكونش رقيق بزاف. شوفوا البنات الحشو تاعي راهو طري، لانه اذا جاء قاسح ولا شاد روحو رايح يتشقق معانا هكذا. وهذه نقطه جد مهمه البنات هكذا، باش تنجح لكم الحلوه ما تتشققش في الفرن، لازم يكون الحشو تاعكم طري والعجينه كذلك طريه. من بعد راح نجي هنايا ونشكل العجينه بنفس الطريقه، يعني نعملها على شكل حربوش. من بعد راح نفتحها بهذا الشكل كيما نشكلوا المقروط. نفتحها ونحط الحشو تاعي في الوسط هكذا، نسويه نحي هذاك الزائد ونغلق على الحشو هكذا، نغلق مليح ونقرص على هذيك الغلقه تاعنا. ونزيد نشكلوه على شكل حربوش هكذا، يكون العرض تاعو حوالي 2 سنتيمتر. اذا هكذا ورايحه نجبدو بجيه. نفس الطريقه راح نعملها العجينه المتبقيه لي، راح نشكلها على شكل حربوش. نفتحها كيما نشكلو قلت لكم المقروط هكذا. كي تعود العجينه تاعكم طريه ما تخافوش منها، راح تعطيكم الطوع وتتشكلوه بكل سهوله. ونغلق مليح الحشو تاعي، نقرصو مليح العجينة. هكذا نحاول اني نهبطو شوية من فوق، يعني ما نخليهش بومبي، ونشكلو حتى نتحصلو على هاد الحربوش اللي يكون فيه 2 سنتيمتر. وفي الاخر هنايا رايحه نجيب بياض البيض، ونحتاج ايضا هذاك الكاوكاو اللي تبقى لي غربلتو، نحيت له هذاك اللي يجي ارطب بزاف، لانه نحتاج هنايا الكاوكاو ما يكونش رقيق بزاف، يعني من الاحسن انكم تعملوا كاوكاو اللي يكون مرحي متوسط. ندهن هذاك الحربوش تاعي بياض البيض ونروح نرش الكاوكاو على الوجه، يعني نحاول اني نغطي كامل الوجه تاعي بالكاوكاو. هنايا في الوجه تقدروا ايضا تعملوا خليط تاع كاوكاو وجلجلان، تانيك حيجي بزاف بنين.
هاد الحلوة البلات راح توجديها في أقل من 5 دقائق ودخليها للفور، يعني بزاف بزاف سهلة توجديها على وقفة ولا في آخر دقيقة كامل راح تحضريها. هكذا من بعد راح نرفد هذاك الحربوش ونحطه في صينية اللي كنت غطيتها بورق الطهي. وكي تزيدوا تحطوه في صينية زيدوا عودوا سقموه مليح. نعمل نفس الطريقة للحربوش هذاك الثاني، حنمسحوا بياض البيض ونرش عليه هذاك الكاوكاو. من بعد راح ندخل الحلوى للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجة، راح نشعلو له غير من تحت شوية هكذا، من بعد راح نشعلو من الفوق. وفي هذا الوقت راح نروحوا نحضروا مع بعض لاتاي ولا شاي الكيمياء على الطريقة الصحيحة. هنا يا راح نجيب بريق شاي، راح نحط فيه لتر من الماء اللي يكون دافئ. ونضيف ربع مغارف كبار يكونوا معمرين مليح وزن 30 غرام من الورقة ولا من شاي كيمياء. وانا كنت وضحت لكم ديجا من قبل وعلاش ما نشللش هاد الشاي، لانه هاد لاتاي ولا هاد الشاي نوعيه رفيعه وخالي من المواد الكيميائيه، عكس بعض انواع تاع الشاي اللي تكون نوعيه رديئه. لو كان ما تشللوهش ولا تغسلوه مليح مليح في الاخر راح تتحصلوا على تاي يكون لونه اكحل وما يتشربش. وهاد لاتاي خياتي كما قلت لكم يطيب روحه بروحه، يعني اللي ما تعرفش طيب لاتاي ما عليك غير بشاي كيمياء. برك وش لازم تديري؟ لازم تحطيه في ماء دافي وتحطيه على نار اللي تكون هادئة وتعطي له وقته في الطياب. الطياب تاعو كما قلت لكم من 20 حتى 35 دقيقة، وطبعا على نار هادئة. وبعد ما وجدت الحلوة تاعي جبتها من الفرن خليتها بردت شوية، يعني ما تخلوهاش تبرد بزاف، لازم تتقطعوا هي سخونة. رايح نقطعها، واكيد التقطيع يعني يرجع لكم كل واحد كيفاش يحب يقطعوه، كاين اللي يحب يقطعوه رقاق ولا تحبي تقطعيه خشين. انا قطعته حوالي 1.5 سنتيمتر. شوفوا الحلوة ولا شوفوا الموس كيفاش راهو يدخل فاصلمون، هاد الحلوة تجي تذوب في الفم، وسيسوها كي تعودوا تقطعوا فيها هكذا باش ما تتفتتش معاكم. ونروح مباشرة رايحة نعسلها. هنايا العسيلة من الأحسن أنكم تعملوا عسيلة تاع الدار اللي تكون شوية خفيفة، ولا العسيلة تاع برا زيدوا لها شوية ما وخلوها تغلي ومن بعد خلوها تبرد وعسلوا فيها الحلوة تاعكم. وكما راكم تشوفوا الحلوة راني نغطسها ونخرجها، ما لازمش تقعد في العسيلة على خاطر راهي تجي طرية. وهنا حبيت نزيد لها شوية برك تاع البيستاش هكذا باش يعطينا برك لون. بعد ما وجدت الحلوة تاعي حطيتها في الكيسات وصحن التقديم. نرجع لاتاي هنايا ونخلط لاتاي تاعي بعد ما نحيته من النار وخليته برد شوية، يعني ما تروحوش تخلطوه مباشرة وهو يغلي. في كاس هنايا حطيت كمية تاع السكر ونبدأ نخلط هاد لاتاي بهذه الطريقة حتى يعمل الرغوة ويتشحر ويدوب هذاك السكر. وهنا يا حبيت نزيد لكم واحد الملاحظة، جاوني بزاف تعليقات يقولوا لي لاتاي بلاشي قرفة ماشي تاي، لازم نزيدوا له القرنفل، لازم نزيدوا له نعناع مجفف. حبيت برك نقول لكم انه لاتاي في الاصل يتشرب تاي ساك، ما تضيفوا له ولا شيء الا اذا تحطوا في نوعية رديئة، ولا يعني لازم تضيفوا له ذوق هكذا باش يشغل يغطي هذاك الذوق الرديء تاع تاي. لكن هذا لاتاي يتشرب هكذا برك في الاخر يتحب تضيف له وريقة تاع نعناع. وكاين اخوات بزاف جربوا شاي الكيمياء على هذه الطريقه وردوا لي قالوا لي انه رائع وعجبهم وانهم لقاو فيه ذوق التاي الاصلي.
وهكذا البنات نكون وصلنا لنهاية الحلقة تاع اليوم بعد ما وجدت الحلوة تاعي، هذيك المعسلة اللي تذوب في الفم اللي تجي بزاف بنينة وتقطع كمية كبيرة، يعني في نص كاس زيت قطعت لي 30 حبة حلوة. وبما أنها اقتصادية وبزاف سهلة ما تنسوش تجربوها لهذا العيد وأكيد تردوا لي رأيكم فيها. وما بقى لي غير نقولكم خياتي ما تنسوش تستنوني في نفس الموعد وعلى نفس القناة، وصح فطوركم وفي أمان الله.